بيوت من طين تزينها حلي النساء، مهنة احترفتها المرأة العسيرية وحملتها بأيديها إلى العالمية. أنا أشتغل في فن القط ما يقارب 18 سنة مدربة معتمدة، دربت ما يقارب 350 سيدة. ففي مطلع هذا العام يكمل فن القط أو الزيان عامه الثاني في منظمة اليونسكو التي تحتضن أول جدارية منه بريشة الألماعية فاطمة وأخريات ممن تبعوا خطوات المؤسسة فاطمة قحاص التي يلقبونها بأمي فاطمة. طبعا كانوا الناس منبهرين، وعملنا ما شاء الله 22 متر لوحة، شاركنا ب 18 متر، والأخت الفنانة جميلة ماطر شاركت ب 10 متر أو 8 متر. المعيتنا التي نراها ترسم داخل مرسمها ومعهدها الخاص تطمح لتحويله إلى أكاديمية رسمية. كان متحفنا صغير تذكرين، كسرنا جدران البيت حتى تعبنا فيه وغيرنا حتى أصبح يعني شبه جاليري صغير، ثم زاد الزوار من اهتمامهم به، كسرنا حتى المجلس حتى أصبح متحف فاطمة. ويشاركها هذا الحلم زوج يرى أن كل ما ترسمه تحيف، أي تحفة من الجمال المطلق، فهي الزمان والمكان برمزيته التجريدية، وهي الأرياش والمحاريب والشبكة والعمرية. متحف فاطمة يحتوي مئات القطع الخزفية المزخرفة بريشة القط الذي يظهر دور المرأة في أرشفة التاريخ المحلي بمنطقة عسير. أحلام اليعقوب، العربية. للمزيد انضموا إلينا من رجال المع الزميلة أحلام اليعقوب مفردة العربية. صباح الخير يا أحلام، يعني لليوم الثالث على التوالي من محافظة رجال المع والمناظر الخلابة الطبيعية، يعني بيقولوا إيه بالسعود. الشلالات تجنن تجنن. صباح الخير يا أحلام. صباح الخير يا مروة، صباح الخير يا مها، معاكم هايدي الألمعية اليوم في أحضان هذا الوادي العظيم والجميل جدا، ننعم برغد الطبيعة الغناء. اليوم أنا حاولت أني أوصل لكم السياحة بأبسط مقاييسها علشان نشوف النعمة اللي يحظى بها أهالي رجال ألمع بأي لحظة مهما مرت بهم من ضغوط الحياة. كل اللي علينا يجيب فرشته، يجيب قهوته ولا الشاي، وينسى الدنيا وما فيها، يفرش فرشته بما فيها بكل المقاييس. والأجمل أنه بعض هذه الأودية ما فيها إرسال، ففعلا ممكن تكون فرصة من التأمل بشكل كبير. طيب. جميل. طيب أحلام، شايفين إحنا المنطقة اللي وراك، وشفنا قبل شوية إنه معاك مثل الفرقة أو في ناس بيرقصوا كانوا وراك، إيش السالفة؟ فهمينا. صحيح، هذا أحد الفنون التقليدية والشعبية هنا في رجال ألمع. أنا راح أدعو أبو أحمد رئيس الفرقة أن يتقهوى معي ويخبرني أكثر عن هذا الفن ومتى يطرق، لأن إحنا نشوف الناي، فهي أكيد لها صلة بالطبيعة. تفضل أبو أحمد، لها صلة بالطبيعة المحيطة فينا. يعني أنا أشوف معاك الناي، صحيح أنه مو خشبي زي ما كان زمان، لكن هذا إيش يسمونه، طرد بالناي؟ هذا راعي المزمار البدو مع الحلال في البادية، هذا بيستعمل المزمار ذا. طيب وإيش حتسمعنا اليوم؟ بنسمعكم اللي حق الراعي، وبنسمعكم السيف. طيب نبدأ معاك بالراعي وبعدين نرجع نسمع منك السيف. يعطيك العافية. سمعنا هنا؟ سمعنا. طيب نبغى نشوف مع الفرقة يا أحلام كاملة، أنا شفت البقية بيرقصوا قبل شوي. أي مع الفرقة أبو أحمد، مع الفرقة. أسلم أنت تفضل مع الفرقة ونسمع منكم شيء لطيف. أقدر أهدي عليك؟ الله يسعدك، تفضل. عندي هدية تذكارية من أشيار عطرية من محافظة رجال المع، أرجو أن تقبلوها. تسلم، كرمك الله. تفضل الله يحفظك. أي حلو. طيب نسمع. طيب
طيب أحلام لو بتقدر تتحركي عشان نقدر نسمعهم كويس لأنه معهمش مايك. أكيد 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 أكيد. أنا بس ما حبيت أرد الهدية فحاولت أني أحطها بشكل لائق. ما لأنه المايك بعيد عنهم شوية. ايوه انا كده نقدر نسمع العربيه وانجلي لشمال ضر من بلاد المعي. لا يا قارات العربيه وانجلي لشمال ضر من بلاد المعي. اعطنا السيف. اي يلا اعطونا السيف. اعطونا السيف تفضل. ممكن تاخذوا راحتكم في الرقص. انا قبل شوي شفتكم ترقصون بطريقه جميله ورائعه فانتوا خذوا راحتكم. ما عليك انا اوقف هنا ونسمع الصوت. تفضل يلا ورونا ابداعاتكم. هلا هلا باقي يهب لنا ايش؟ سيف سيف يلا عطنا السيف. يلا معنا وقت صح؟ ايوه 2 minutes. يلا هذا اللون الثالث حيسمعونا لون اخير. تفضل يلا بدقيقة واحدة تفضل. استمروا انا برجع بسطتي انتوا استمروا استمروا. اي ان شاء الله هذا بطل البدويه. بطل البدويه هذا علي احمد ابو وايل ما شاء الله الله يطول في عمره. كملوا المشاهدين حيشوفون انتوا ايش حتكملوا وانا بروح اجلس مكاني. شفتوا الوضع كيف؟ ايوه شفنا الوضع. احلام يعني هاي الرقصه مشهوره معروفه في رجال المع او اكثر حاجه بيشتهروا فيها ولا هناك نعم مختلف؟ نعم نعم زي ما قال لك زي ما قال لك هو الناي جزء اساسي من ثقافتهم كون ان الكثيرين يخرجون لرعايه الاغنام. كان ودنا انه يعني الناي يكون خشب لانه هذا هو الاصلي. يمكن هذا الان مزين ومطعم بطريقه حديثه. صحيح يعني قلة من يستخدمون الناي الآن أصحاب السلطنة والمزاج أكيد وفي المناطق الجميلة زي المنطقة اللي أنت منها. أحلام بالعافية وصحتين وللأسف إحنا انتهى وقتنا الآن وكمل فطورك. صحتين على قلبك. صحة وهنا صحة وهنا. شكرا عافية. جزيلا لتواجدك معنا الزميلة أحلام اليعقوب. تعطينا صراحة موفدة العربية في رجال ألمع. شكرا جزيلا.